بين أمن وخوف، تتقلب أفئدتنا راجية عون الله ورحمته. عالمنا الواسع جدا بحجم الكرة الأرضية يغدو ضيقا جدا مثل ثقب إبرة عندما تحيط بنا الجرائم، وتنتهبنا المخاوف وتحاصرنا الحيرة من كل حدب وصوب. المخدرات، العنف الأسري، السرقة والقتل والتحرش. لماذا تتكاثر هذه الشرور في مجتمعاتنا المعاصرة رغم سعينا الدؤوب لاستئصال شأفتها؟ لماذا تنتشر هذه الآفات بين أبنائنا رغم محاولاتنا الحثيثة لتوعيتهم وإحسان رعايتهم؟ لماذا تتمدد هذه الموبقات وتتعاظم في بيوتنا رغم علمنا اليقيني بخطورتها؟ لماذا؟ 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 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وبعث فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، متابعي قناة اقرأ الفضائية، حياكم الله أينما كنتم في عالمنا الرحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية والحلقة التي سبقتها تحدثنا في قصتين قريبات من بعض، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند الأب اللي طرد ابنه وابنه توفي بالجرعة الزائدة، وتلقى اتصال هاتفي من المركز الأمني وقال له راجعنا، ولما راجعوا بلغوه بأنه ابنك توفى، والأب شعر بذنب عظيم جداً وشعر بتأنيب ضمير. طبعا ما كان الأب يتوقع أنه لما يقول لابنه اطلع برا أنه رح يموت. وخليني أحكيها مش دفاعا عن الطرد، أنا ضد الطرد، لكن أنا بتوقع أنه ما في أب لما بيكون طارد ابنه متوقع أنه يموت، أو بده إياه يموت، أو بدعي عليه يموت. حتى الأب مرات كثيرة بدعي على ابنه بيقول الله يوفقك الله يأخذك. طبعا هذا الدعاء غلط، لكن هو من جوا مش ناوي، وإن كان غلط ومرفوض وفي شرعنا مرفوض، لكن هذا الأب كما ذكرت سابقا عمل شغلة كويسة، أنه طلع على بعض الوسائل الإعلامية، بعض وسائل الإعلام، وذكر القصة هو بنفسه وعرف حتى على نفسه، وقال أنا تسببت بوفاة ابني بالجرعة الزائدة، وقال أني أنا المشكلة اللي وقعت فيها ما بديش حدا غيري يوقع فيها. لذلك يعني طبعا الأمر لله سبحانه وتعالى، يحاسب من يشاء ويعفو عن من يشاء، لكن ممكن إحنا في تقديرنا كبشر بنقول إنه هذا بخفف ذنبه حتى بينه وبين نفسه، إنه طلع وبده يحمي الآخرين من الشيء اللي هو وقع فيه لما قال لابنك اطلع برا. الحلقة اللي بدأنا فيها الحديث هذا لما تحدثنا عن الشخص اللي كان مسافر والعم اللي جاء وطرد ابن أخوه، ذكرت وقتها أنه ذكرتني بقصتين، واحدة منهم اللي ذكرناها وتحدثنا عن الشخص اللي طرد ابنه وتوفى بالجرعة الزائدة، الثانية الشخص اللي كان يشتغل في الخارج، الآن بدي أبدأ فيها، وكان في مركز جيد، كان مركز كبير له برستيج وله مركز وما يعني خلينا نقول امتيازات وسمعة ومكانة في الدولة اللي كان يشتغل فيها، وكانوا زوجته وأولاده عايشين معه. لكن حتى وهو خارج بلده كان يسافر كثير بحكم وظيفته المرموقة في الدولة اللي كان فيها، وكان يغيب كثير عن بيته، وكان يروح لأولاده يعني بعد الساعة 9 و10 ليلا، يمكن يأكل يمكن ما يأكل، ينام ويصحى الصبح ويطلع ويعود، ينام ويطلع ويصحى، بس هذه كانت حياتهم. وحتى في الويك إند ما كان يشوفهم، يمكن إذا فرغ حاله يوم في الشهر كان يعتبر أنه هذا شيء جميل. وبالمناسبة كثير بقعد مع بعض الأهالي أو الآباء تحديداً،
ويذكر وكأنه يتفاخر، بيقول والله يا أخي ما بشوف العيال، والله يا أخي ما بشوف الأولاد، والله يا أخي طول الأسبوع شغل، ونهاية الأسبوع عرس عند فلان وجاهة عند فلان، وبذكرها وكأنه يعني هو شيء مهم وهو شيء كبير. هو وين واجبك أمام الله سبحانه وتعالى؟ يوم القيامة لما تيجي بدك تقدم كشف كم جاهة حضرت وكم حرس حضرت وقديش نقوط نقطت، ولا بدك تقدم كشف شو عملت لأولادك وشو أنتجت وشو ربيت؟ أنا ما بقول لا تشارك، لكن الأساس أنك أنت رب لأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب اللي كان في مكانه مرموقة وبيشتغل مع فئة معينة في هذيك الدولة، ما بده أي شيء يأثر على سمعته عندهم أو يزعجه، بده يظل هيك صفحة بيضة. فابنه كبر شوي، صار عمره 16-17 سنة، صار عنده شوية مشاكل. مرة أو مرتين اتصلوا المدرسة معه، كمان المدرسة كبيرة وفيها يعني شخصيات معينة أبنائهم. هذا أزعج الأب، إنه كيف الآن سمعتي ممكن تتأثر؟ فصار يلوم الابن وصار وصار وصار، وفجأة وبدون سابق إنذار كان يفكر كيف بده يحل المشكلة، قرر أن يعيد ابنه إلى بلده. ودى ابنه للبلد تبعه، يعني مثلا لو كان هو أردني أعاد ابنه إلى الأردن. وظلت زوجته وأولاده عنده. الزوجة كانت تترجاه، تقول له خليه عنا، خلص أنا بدير بالي عليه، أنا بقعد معه، أقول لك طلعوا من المدرسة، قعدوا في البيت، بس خليه عنا. الولد خلال الفترة اللي أبوه بلغوا فيها أنه راح يرجعه لبلده، إلى أن جاءت يعني أو حان موعد الطائرة وأنه يسافر، وهو بيبكي وبترجع أبوه وبيبوس إيده وبيقول له يابا والله حاب أظل معكم يابا، يعني أنا ما عشتش في بلدي يابا، يابا ماليش ناس، صح إعمام وإخوالي هناك بس أنا ما عشت معهم، أنا انولدت عندكم هون، أنا عايش معكم هون، ترجعني على بلدي شو أعمل معهم؟ تخيلوا معي كيف كانت نفسية هذا الابن وهو في الطيارة، تخيلوا معي كيف كانت نفسيته وهو ماشي من البيت للمرة الأخيرة بده يظل مع أمه وإخوانه، وماشي باتجاه الطيارة باتجاه المطار عشان يسافر إلى البلد. في إيش كان يفكر؟ قديش كان منزعج من أبوه. حتى لما وصل إلى بلده ما يئس، ظل كل يوم والثاني يتصل مع والده، أبوه حتى ما كان يرد عليه، كان يتصل مع أمه ويترجاها يقول لها خلص بحلف لكم 100 يمين رح أجي وأظل قاعد وساكت، ما بحكي مع حدا، حتى لو ضربوني حتى لو كذا شو ما حصل ما بعمل إشي، بس رجعوني عندكم. والأب ما بده إشي يأثر على سمعته ولا على مركزه ولا على مكانته. بعد فترة أسبوعين ثلاثة وشهر زمان هو عاش عند أحد أعمامه، هذا كله انعكس عليه سلبي أكثر. التصرفات اللي ما كان بده إياها الأب تكون عنده صارت الآن في بيت عمه، صار يتهاوش هو وأولاد عمه، ما في عم بيتحمل، تهاوشت اليوم وبكرة وبعده وبعدين، وبتضرب ابني وبتضرب بنتي وبتهاوش على كذا وبتهاوش على زوجتي وبترفع صوتك علي، ما بدنا. رفع التلفون العم واتصل مع أخوه وقال له إذا سمحت لهون بكفي، ابنك إله عندي 3-4 أشهر سوالنا 20 مشكلة. الآن الأب اقتنع أكثر وصار يقول لزوجته شايفة اللي بدك ترجعيه، هي تطلعي إذا عمه مش متحمله، إذا كذا بيسوي مشاكل، إذا ما بدنا إياه. وداه عند بيتين أو ثلاث حتى ما أطيل عليكم. حتى في إحدى المرات وداه إلى بيت شقيق له موجود في دولة ثالثة لا هي دولتهم ولا الدولة اللي هو فيها، وما تحملوا أكثر من شهر، لأنه الولد خلاص عارف شو الإشي اللي مزعج أبوه، والأبوه فرقوا بينه وبين أمه وإخوانه، صار بده ينتقم. هذا الشيء بكل أسف موجود في عقلية الأولاد، حتى لو كان هو نفسه أحيانا مش مدرك أني أنا قاعد بنتقم من أبوي. ورد عاده مرة ثانية إلى بلده ودولته. آخر حل لقى الأب إنه استأجر له بيت، الولد كان واصل عمره تقريبا 18 سنة، استأجر له بيت أثث له إياه، ودى
زوجته شافته ورتبت له الأمور وقالت له عيش هون لحالك، قريب من إعمامه لكن ساكن لحالك. فتح له بيت لولد عمره 18 سنة لا يمتلك من الحياة أدنى خبرة، مؤثث، وصار يبعث له مصروف يكفيه يعني شهرين وثلاثة، لأنه وضع الرجل هذا مقتدر، فكان المبلغ كبير اللي بيجي. ما بدي أتابع أكثر من هيك. تخيلوا ولد عمره 18 سنة عايش لوحده، وفي ظل الوضع هو ما إجا يدرس هون، مش خلص ثانوية وراح يدرس برا، وأبوه مركن عليه وأبوه علاقته كويسة وبيحكي معاه وبيطمن عليه وبزور، لا 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 لا، راجع طرد من عند أبوه وأمه، وعايش في بلده لأنه ما حدش من قرايبه تحمله، والآن هو موجود لوحده ونفسيته تعبانة ولا تحصيل دراسي ولا شيء، وعايش في البيت لأنه محروم يروح عند أبوه وأمه. معاه فلوس وشقة، شو بتتوقعوا يصير الآن؟ أنا بحب دائما أترك للمشاهد أو المستمع أو أي شخص آخر هو يحط التوقعات اللي بيشوفها مناسبة. وخلينا في آخر دقيقة من حلقة اليوم نرجع نستعرض القصص الثلاث اللي تحدثنا فيهم في الحلقات الثلاث الأخيرة. الأب اللي عاش 20 سنة برا وتارك زوجته وأولاده ومش قادر، إلى أن وصلت إنه يطلع الابن على الشارع ويطفي الخلوي وما يردش على الأم، والأب اللي حكى اطلع برا ورجع له ابنه ميت بالجرعة الزائدة، كله طلع برا، وهذا الابن اللي طلع برا. لذلك ربطت الحلقات الثلاثة مع بعض، وهذا من أخطر أسباب الانحراف، كلمة اطلع برا اللي سهلة جدا بكل أسف. اطلع برا بيتي، ما بدي أصرف عليك، إذا صرفت بخاطرك أنت حر، لكن ربك اللي أمرك تصرف لأنك مسؤول عنه، خاصة إذا كان لا يزال طالب أو صغير. لو فكرنا صح في النتائج الأبناء الثلاث، أنا بالنسبة إلي بقول الأب كان السبب الرئيسي فيها قولا واحدا. ممكن تغلطوني، ممكن البعض يقول لا، لكن هاي حصيلة خدمة 20 سنة و30 سنة في اتجاه واحد مع مثل هاي المشاكل وهاي القضايا. بذكر باستمرار وبحكي إنه الأب لازم يكون هو السند وهو الظهر وهو المرجع. لما يشعر الابن بإنه سندي وظهري مش غاب، يا ريت غاب، بذكر إنه لو غاب بسيطة أصبح ضدي، أصبح يكرهني، أصبح مش معي، شو اللي بده يصير فيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نبتلى بمثل هذه المواقف وهذه القصص. وحتى نلتقي في حلقة جديدة ومأساة جديدة أو نجاح جديد إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الأمن والسلام والأمان. حمانا الله وإياكم أحبتي في الله، في أمان الله.